السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ايه رأيك نستخدم الذكاء الصناعي في ان احنا نحقق دخل، يعني هنكسب من الذكاء الصناعي ازاي؟ هنبدأ بقى ايه نشوف مع بعض. ده موقع ليوناردو، ده بتديله برومت، بتديله تكست وهو يحوله لك لصور. طيب خلينا اقول له start using ليوناردو، تمام، واقول له ان انا في الويت ليستد. طبعا بشرط ليوناردو اي موقع من اللي هو بيحول برومت لايمج، تمام. هنا مديني اكتر من موديل تقدر تشتغل عليه عشان تعمل حاجات شكلها جميل، وهتلاقي حاجات خاصه باللوجو، هتلاقي حاجات خاصه ب3 دي انيميشن، في برضه حاجات هنشرحها بعدين ان شاء الله ازاي ان انا ادرب الموديل، اعمل انا موديل، تمام. يعني ممكن اعمل موديل اخليه يفكر بتفكيري انا، بالكريب بتاعي انا، تمام. هنبقى نشوف الحاجات دي مع بعض ان شاء الله. طيب ممكن تشوف اني واحد فيهم اللي انت عايزه، وكل واحد فيهم يختلف تماما كانك داخل على موقع جديد، تمام. هقول له ان انا عايز استخدم الموديل دوت، او ممكن تستخدم موديل ديزاين حاسس ان هو لطيف شويه. طيب دلوقتي انا عايز اقول له اعمل لي لوجو، تمام. عايز اقول له اعمل لي لوجو. طيب المفروض بقى ان انا اكتب له تكست هنا، ماشي، مثلا ليتل فوكس. طيب لا، ده انا اروح بقى لشات جي بي تي واقول له اكتب لي بالانجليزيه، تمام. خلينا الاوتبوت نظبط هنا انجلش، دي ادنس مسطبه فممكن ما تظهرش معاك بنفس الشكل، تمام. انجلش اهو، يقول لي بالانجليزي برومت لرسم شعار شركه على شكل تنين مثلا، على شكل جمل زي ما انت عايز، انا جات معايا كده، فطلع لي ديزاين لوجو ان ذا شيب اوف ذا دراجون. ممكن ناخد ديت مثلا ونروح على ليوناردو، نبدا نديله التكست بتاعنا، تمام اهو، وفور مثلا ترافل مثلا، تمام. ده 3D ستايل. طبعا انت عندك استايلات كتيرة جدا تقدر تجربهم براحتك لحد ما توصل الحاجة اللي انت عايزها. انا مثلا بيعجبني ستيبل ديفيجن 2.1 وهكذا، فانت ممكن تقعد تجرب لحد ما توصل الحاجة اللي انت عايزها. انا هقول له 4 صور ونشوف هيطلع لنا الصور عاملة ازاي، تمام. دي النقطة اللي عندي، كل ما بعمل صور بيطرح عامل لي صور بالشكل دوت، تمام. تقدر انت تعدل فيها زي ما انت عايز، ممكن تقول له ستيبل ديفيجن 2.1، هو احنا اللي فات كان كرتوني شويه، خلينا نعمل صور ثانيه، وصور اولانيه موجوده، ونشوف ازاي تاخد صوره زي كده وتبدا ترفعها على اي موقع من المواقع. بس المهم نحذف الخلفيه، يعني عشان يبقى الشكل حلو يحذف الخلفيه، تمام، حاجه مثلا بالشكل دوت. طيب جرب جرب، افضل جرب لحد ما تلاقي اللي انت عايزه. دريم شيبر مثلا، ممكن اللي يعجبني انا ما يعجبكش انت، فعشان كده هناخد اكتر من فرصه. في شويه خصائص كده، تمام، ممكن ان احنا نعدل فيهم. اول حاجه مثلا انت عايز كام صوره، ممكن تكون ايه عايز تجرب صوره، مش عايز تحرم كلهم، لان انت عندك 4 صور هيحرقوا لك عملات كتيره، تمام، هو عملهم بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له مثلا فوتو ريل نفعلها، فيبدا يسالنا بقى الدبس اوف فيلد ورومود. طيب دي ميزه كويسه، هم قالوا انها تفضل فتره بسيطه وتبقى لازم تبقى بيد اونلي. طيب هنا المقاس، السكيل، ممكن تديله صوره وهو على اساسها يبني صوره ثانيه. طيب خلينا نقول له ماشي نجرب. هنا بقى ممكن تقول له انا عايزها دايناميك او عايزها انيمي او عايزها كرييتيف. خصم مني 20 نقطة في الحركة دي. نيجاتيف برومت يعني بتقول له عايز حاجة بالسالب، تمام، اطرح لي حاجة. تقدر تاخد الصورة دي وتهزف الخلفية، سهلة جدا مع الفوتوشوب، او ممكن نوريك برامج كتيرة
بتحذف الخلفية وتعدل على الصورة ببساطة اونلاين من غير أي حاجة خالص. وليكن مثلا أنا عاجبني الصورة ديت مثلا، تمام. طيب ممكن تقول له أنا عايز داونلود، وتقدر تعدل عليها، انزوم ايمج، ريموف باك جراوند، هيكلفني نقطتين عشان يحذف الخلفية. ماشي. طيب ممكن نقول له بقى سيفها لي، انا سيفها هنا على الداونلود. نو باك جراوند اهيت فايل سيف ايمج اس. طيب كده احنا بقى عندنا صورة ملهاش حقوق طبع، ملهاش كوبي رايت، دي بتاعتنا احنا، تمام. فنقدر نروح على مواقع كتيرة جدا، في مواقع كتيرة جدا بتشتغل بنظام الطباعة تحت الطلب، يعني هو بيعمل تيشيرت، وعارف ناس كتيرة بتشتغل بيها وبتكسب كسب حلوة ما شاء الله، بيطبع على التيشيرت الصورة ديت وتبقى موجودة اونلاين على المتجر الالكتروني، لو حد دفع فلوسها بيطبع له التيشيرت ويبعته له، تمام. في مواقع كتيرة زي الموقع ده مثلا شوب فيه، تمام، بيديك الصورة ويبدأ ان هو يعملها لك على التيشيرت وخلاص. ده مثلا متجر اهو، تمام، انا شرح فيديو ازاي تشتغل عليه، هسيب لكم اهو. ده مثلا الصورة اهي، ده اللوجو رفعته وحطيته على التيشيرت، واللي عايز يشتري يشتري، تمام، محدش اشترى الحمد لله. طيب خلينا نشوف المتجر دوت على السبريد شيرت، ده الموقع اهوت، تمام. خلينا نعمل لكم مثال، هقول له لوج ان، تمام، او ممكن تقول له انا عايز افتح واحد جديد، تمام، نيو هير اوبن اسبريت شوب. ما ببعتش حاجه خالص، ليه؟ لان انا مش اعمل لها دعايه، يعني انت المفروض تعمل دعايه، تمام، عشان تعرف تبيع. طب خليني اقول له انا عايز اعمل ابلود للديزاين وارفع ديزاين، لعل وعسى دعواتكم كده الواحد يبقى تيشرتين ولا حاجه. في ناس زي ما قلت لكم بتبيع كتير ما شاء الله، ربنا يبارك له، تمام، بس هو فعلا بيبذل جهد فيها وبيعمل تصاميم بنفسه وشغل جميل جدا، يعني حاجه احترافيه، وبالذات مثلا لو في ماتش كوره وتعمل لعيب مفضل او حاجات زي كده، هو يرفع بقى اللوجو وهو تولى كل حاجه، احنا رفعنا الصوره، تمام. طيب تعالى بقى نبص عليها كده، ماشي، بيقول لي انت عايز ديت ولا عايز ديت، تمام، تبدا تشوف انهي تصميم اللي عاجبك واقول له كونفيرم سيلكشن. بقى عندي حاجه اهي جاهزه، بص هو اوتوماتيك حطها على التيشيرتات كلها بالشكل دوت، وحطها على كوبايات وحطها على شنط وكل حاجه. طيب ممكن يكون المقاس مش مظبوط، تبدا بقى تعمل سيلكت كده وتكبر زي ما انت عايز اهو، تمام. بيقول خلي بالك ان انت لازم تزود الجوده بسيطه، واحنا بنحمل الصوره ممكن نزود الجوده. اي التيشيرت ده، التيشيرت ده هقول له دم ونكس برودكت، تمام، ممكن تحطه على ظهر التيشيرت برضه لو انت عايز. هيديني رابط وهديه للناس، لو حد دخل على الموقع وعجبه التيشيرت واشتراه انت ليك فلوس. لو حد بيعمل سيرش على النت وعايز قميص عليه دراجون وطلع معاك برضه في فلوس، ونفس الفكره في الامازون، امازون برضه في رابط كده، تمام، ونفس الفكره برضه في موقع اهوت. الموقع الجميل دوت بتعمل حساب وترفع الصوره وهو يبدا يظبطه لك، تمام. طيب خلينا نعمل حساب كده جديد، اقول له ساين اب، تمام، خلاص انا عملت حساب، واقول له انا عايز ابيع الفن بتاعي، تمام. فبقول له ممكن اقول له اد نيو ورك او كرييت برودكت او سيت اب شوب، تعمل نفسك متجر، سيب لكم رابط لاكثر من مكان تقدر تعمل منه المتجر الالكتروني بتاعك وتبيع التصاميم بتاعتك. اعمل تصميم على اي برنامج
تمام، مش لازم ليوناردو، لكن ليوناردو بالنسبة لي سهل، بس لو انت عايز مفيش اي مشكلة خالص. ممكن بقى تقول له ابلود نيو ورك وارفع الصورة اهيت اللي هي من غير الخلفية، وتسميها بقى دراجون. لازم الاسم يكون واضح على اساس ايه الناس تعمل سيرش تدخل عليك على طول. التاج الديسكريبشن، وهيبدأ هو يحط لك على الطاقية، يحط لك على التيشيرت، يحط لك على الحاجات دي كلها. كل المنتجات دي حطها اوتوماتيك. طيب لو في اي واحدة فيهم عايز تعدل، مجرد هتقول له اديت، حط لك شعر على الساعة. انت ممكن اصلا تطبع لنفسك، يعني انت عملت شعار الشركة بتاعتك، تدخل هنا وتعمل اللوجو وتعمل كل حاجة وتشتريها. تمام، اديت اهي، تعلم على الصورة، تبدأ ان انت تكبر السايز بتاعتها، ممكن تغير الخلفية، ممكن تعمل فيرتيكال، عايز تكررها اكتر من مرة زي ما انت عايز. تمام، عايز تصغرها وهكذا. انت عندك حاجات لا نهائية، يعني ممكن بقى تطبع تيشيرتات ليك وحاجات ليك، كل اللي انت عايزه. تمام كده، الموضوع ان شاء الله واضح بإذن الله. لو حد عنده أسئلة يا ريت يكتبها لنا وان شاء الله نجاوب عليها. شكرا.